يوم الثلاثاء صباحا دشن السيد رئيس الجمهوريه ساحه في لافايت باسم الشهيد محمد ابراهيمي، وهنا نعرج على دور الدوله. وان كانت مثل هذه الخطوه تجعل اسماء هؤلاء الشهداء، يعني ترسخ اسماءهم في الذاكره الوطنيه، الا انه اهم من ذلك احنا بالنسبه لنا الشهيد لو سمي العالم معاش اسمه العالم ولا اسمه محمد ابراهيمي، هذا لن يغنينا عن الحقيقه. انا نعتبر اللي مش متحملين مسؤولياتهم فيما يتعلق بالاغتيالات السياسيه. علاش؟ عندنا المثال متاع شكري والمثال متاع البراهمي، الزوز في بالهم من قبل اللي هما مهدين. السي علمت وزارة الداخلية، وزارة الداخلية ما خذت حتى موقف، معناها كان عندهم رغبة باش يتخلصوا من الحاج محمد البراهمي. بالنسبة لشكري كيف كيف، العميد بعث مراسله لوزير الداخليه علي العريض اللي بدوره كان رئيس الحكومه وقت اللي تم اغتيال الشهيد محمد ابراهيمي، يعني يرد عليه ساخرا، يعني وكانه غير صحيح، وكانك يا شكري معناها تفتعل مثل ايه، وتوهم اغتلوه شكري بالعيد، ماذا انتم فاعلون؟ من بعد جات حكومه جديده بعد انتخابات 2014، وكانت شعارات حملتهم الانتخابية نداء تونس هو مقاومة الإرهاب وكشف حقائق الاغتيالات السياسية ووضع الناس كلها عند حدها وفي حجمها الحقيقي. وإذا به أول ما شدوا الحكم كل تلك العهود والوعود نكثوها. السيد رئيس الجمهورية مازال حتى ما دخلش قصر قرطاج، وأعلن عن التحالف مع الإخوان المسلمين اللي نحن نتهموه. بالنسبة لحما، أنا نعتبر اللي مواقف الجبهة هما اللي دفعوا الرئاسة باش تغير، باش تبدل المنظومة الداخلية كيف يقولوا نمشيوا معاه. كان في النشاطات الرسمية ما هو يولي في إقامة جبرية، يولي ما عادش يخرج من الدار، معناها يسكر على روحه في الدار ويقعد تلافيا للاغتيالات. قبل كانت منظومة أمنية شاملة وكاملة، الأمن الرئاسي ما يروحوا لما حما يكمل نشاطاته الكل، الداخلية يرافقوه كان في الأنشطة الرسمية. يا أخي الإرهاب ما يغتال بشر كان كي يبدأ في نشاط رسمي، ما يغتالوش كي يبدأ ماشي للمارشي، كي يخرج من داره باش يتفرهد، كي يخرج يعمل ماغش. راجل خارج من بيته في أمان الله يعرضوا مجرمين، معناه يصبوا فيه 14 رصاصة وتقريبا والعديد من الرصاصات أصابت السيارة وأصابت الجدار. إحنا استخفوا بينا خلاص، نحن دمنا مبزع قدام الباب وانتهى. يعني بعد الاستخفاف في الأدلة بالنسبة لي أنا هو تفاصيل. السيارة اللي استعملها أبو بكر الحكيم هي سيارة عبد الكريم العبيدي اللي كان عون بسيط تم ترقيته في فترتهم هما إلى المسؤول الأول عن أمن المطار، يعطي سيارته لأبو بكر الحكيم الذي أطلق الرصاص على محمد إبراهيمي. وقفوه انهاراته بعد أطلقوا سراحه، وكانت زوجته في الشارع عملت وقفات أمام المحكمة وكانت تقول إذا لم تطلقوا سراح زوجي سأقول كل شيء. أنا طرحت سؤال ما جاوبني عليه حتى حد، لوزير الداخلية، لرئيس الحكومة، للرئيس سي الباجي قايد سبسي، سؤال يتمثل فيما يلي: يا هل ترى حجم التهديدات تنقص ووقتها خلينا نفرحوا، وإلا قعد كما هو
وقتها نطرح سؤال، علاش عملتوا منظومة بكلها ثغرات وبكلها نقايص؟ علاش ما جاوب حد السؤال هذا؟ ما زلت نستنى في جواب عليه. القضاء غير مستقل في علاقة بملفات الإرهاب، بملف محمد إبراهيم وشكري بالعيد أساسا، غير مستقل، وهو قضاء تابع لبعض الأجهزة المعلومة اللي من مصلحتها أن تغطي على القضية. وزراء عدل معناها متعدين تداولوا على رئاسة على رأس الوزارة، لم نرى منهم شيئا، حتى شيء. وحتى أحيانا يجونا في البرلمان ويسألوهم نواب ما يردوش حول الموضوع هذا. الحكومة ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ هذه حكومة جديدة وبآليات جديدة وحكومة شابة وحكومة شجاعة ونشوفوا فيها تقارع في برشا ناس كبار، ما هذا؟ ما هذا؟